السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيان، كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال أو في صحة جيدة يا رب العالمين. فيديو جديد في القناة تحت الطلب ديالكم. جات عندي واحد البنت، فيديو جديد في القناة تحت الطلب ديالكم. باه ما نزلش لكم فيديو حيت ما ساليتش، واليوم إن شاء الله كتبت نزل لكم فيديو. السلعة ما شاء الله داخلة موجودة، أنا الأبيض البيضة البودري الحمراء عطور ديال جي باليس ما شاء الله كاينه تشكيله ديال العطور. البارح ما كتبتش نزل لكم فيديو حيت كان عندي شي اصلاحات هنايا في المحل، اختي زدنا الكليما راكم عارفين بدا كيسخن الحال، المحل تيكون عندي عامر شغالي نقول لكم كيولي المحل مزموت. زدت الكليما والحمد لله اليوم داز عندي مبرد، الصباح ما فتحناش، العشيه الحمد لله اللي كيدخل تيلاحظها وتيقول لي مليكه ما شاء الله ما سخيناش نخرجوا من عندك. المهم زدنا هادشي علاش ما حطيتش لكم البارح حيت كنت مشغوله. انا دابا غادي نشارك معكم شنو كاين الجديد في المحل. اللي باقي ما دارش لايك تهبط دير لايك، واللي باقي ما شاركاتش او باقي ما شاركش اش كتسنى غدوز عليك او غتفوت واحد الاثمنه اللي غزالين بزاف. اللي باقي ما شاركش اشترك في القناه. بالنسبه للعطور اللي غادي نقدم لكم فهي عطور كلها اصليه من شركه ديال لطافه ديال ارض زعفران وديال ميزون الهمبرات، تشكيله اللي هي زوينه بزاف وفيها بعض العطور اللي كانوا غابرين. يلاه دخلوا المحل بلا ما نزيد نطول المقدمه. كنقول الناس جداد مرحبا و100 الف مرحبا، وحتى الناس اللي ديجا كانوا في القناه حتى نتوما كنقول لكم مرحبا و100 الف مرحبا. نبداو على بركه الله اختي، نبداو اختي على بركه الله. بالنسبه لاول حاجه نبداو بعطر ديال الدراري اللي هو موصوف، راكم عارفين شحال هو كان ما كانش دخلوا، حاليا راه متوفر في المحل بكميه اللي هي ما شاء الله مزيانه. راه عندي مازال حاطه ليها كيف ما كتشوفوا، هذه راه البنات راه الباكيه كتجي فيها اربعه، كاينه الكري وكاينه حتى كاينه حتى البنيه ديالتها. عطر اللي هو رجالي البديل ديال العطر ديال 1 مليون ها هو راه متوفر في المحل، والثمن ما كاين لا 150 لا 130، كاينه اختي في التخفيض 120 درهم. ها هو تخفيض 120 درهم كيف ما كتشوفوا. لومبالاج كيجي على هذا الشكل، هذا هنايا في الظهر كتجي مطبوعه ارض زعفران، لومبالاج خطير. بالنسبه للميل انا نقول لكم دابا شحال فيه 100 ميل. بالنسبه للميل فيه 100 ميل، وعطر اللي خزال عطر زوين وصيفي وعليه اقبال حاليا، وكاين الناس الله على ريحه، الله يا اختي الله على ريحه. ها هو متوفر، الناس اللي كانوا كيسولوا عليه، وداخل فيه حتى ملطف معطر الفراش. بالنسبه لمعطر الفراش تمر هما داخلين، انا غادي نشارككم معكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. بالنسبه للرمادي تيجي حتى هو على هذا الشكل. بالنسبه ديال البنات ما دخلاتش اللون الوردي ديال الورد هذاك، بحاليا باقي ما دخلش، ان شاء الله ما غيدخل غنشارككم معكم. اللون الرمادي كيجي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، ها هي ارض زعفران فيه مطبوعه. الاثمنه كتختلف في السوق حيت كل واحد كيبغي يبيع بالثمن اللي بغى، اما هما كلهم اصليين من شركه ديال ارض زعفران. الاثمنه كتختلف حيت كاينين الناس جدادين باقيين كيطرحوا نفس السؤال. الاثمنه كل كيبيع بالثمن اللي بغى، ها هما متوفرين بزوج بهم 120 درهم، اللي بغاهم مرحبا و100 الف مرحبا. ندوزوا لانا الملك وانا الملكه، هاد التخفيضات البنات قل من هاد الثمن راه ما غاديش تلقاو وما كاينش، باش تكونوا عارفين اللي بغات تنتهز الفرصه. بالنسبه للتوصيل البنات اللي غادي يجلسوا حتى الاخر، او بعد مرات كتكون مسافره كتجلس قبل ما تسافر بنهار عاد كدفع الكوموند ديالو كتقول لك انا مزروبه بها. البنات حنا علينا واحد الضغط ما نعاود يعني ما بلا ما نطرق لكم داكشي، حنا علينا واحد الضغط الله يحسن العوان وخلاص. ملي كنمشي عاوتاني الامانه كنلقاوها ما شاء الله عامره، كاينين الناس قبل منا السلعه تبارك الله كتخرج. المهم كاينه الكونتيتي حتى في الكليات، اللي بغات شي حاجه ولا اللي باغا تسافر ولا شي حاجه دفع الكوموند ديالها قبل بيومين ولا بثلاث ايام، باش تكونوا عارفين. يعني باش الا صيفط لك انا نورمالمون السلعه كتصل في 24 ساعه، ولكن الا كان الضغط كثير تقدر ولا كان السيستيم طايح على امانه تقدر في العوض اللي توصلك في 24 توصلك في 48 ساعه. يعني لا بغيتي الكوموند ديالك ما تجلسيش اختي حتى تبغي تسافري غدا وتدفعي اليوم وتقولي لي غدا غادي نسافر مع العشرة، يعني غدا خاص توصلني قبل العشرة. ديما نخلي الوقت قبل، اللي بغات شي حاجه دفع قبل احسن، حيت راه بعض المرات يكون الضغط على امانه تيكون السيستيم طايح. راه حتى في البنوك بعض المرات كتمشي تفيسي غير شي حاجه كتلقاي السيستيم طايح حتى امانه هكاك. يعني في اي اجونس اللي بغات شي حاجه
دفع قبل حيت نورمالمون حنايا 24 ساعه كتوصلك لا كوموند ديالك، ولكن بعض المرات كيكون السيستم طايح ولا شي حاجه كتعطل 48 ساعه. باش نتفاداو داك المشكل توصلك على 48 ساعه دفعي الكوموند ديالك قبل احسن. انا الملك وانا الملكه متوفرين بزوج بهم حاليا من شركه ديال ارض الزعفره العلامه المائيه، والثمن ديالهم حتى هما 120 درهم. الثمن ديالهم اختي 120 درهم، راني باقا دير لكم اثمنه ديال التخفيض الا كمل هاد الكونتيتي باش تكونوا عارفين. العواشر هادي سلعه ما كتدخلش بزاف في العواشر، ما تدخلش بزاف بحال الايام العاديه، يعني على حسب كل مره وشنو كاين وخلاص. الناس اللي كيسولوا على يارا واسد بزوج بهم متوفرين، اسد عطر رجالي ويارا عطر نسائي من شركه ديال لطافه كيف ما كتشوفوا العلامه المائيه، والثمن ديالهم 170 درهم. لومبالاج ديال اسد بحالو بحال لومبالاج ديال يارا، خليكم الصور ديالهم في الجنب كنزرب باش ما يجيش الفيديو طويل، وفي نفس الوقت حيت سد عليا الباب ديال المحل. بالنسبه للثمن ديالهم 170 درهم، 170 درهم من شركه ديال لطافه، يارا 170 درهم واسد 170 درهم. الناس كيسولوا على اميرات العرب كاينه موجوده 130 درهم اميرات العرب. الناس اللي كانوا كيسولوا على شفق حتى هي راها دخلات من شركه ديال ارض الزعفران العلامه المائيه، فيها 100 ميل حتى هي وحتى هي راه متوفره. الناس اللي كيحماقوا على العطور لي نوت او لا باز ديالهم الكوب، فهو عطر غزال 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 ما شاء الله وصيفي، والثمن ديالو 130 درهم من شركه ديال ارض الزعفران. وديجا قبيله بعد فيه الكليان ديالي راه كانوا جاو قبيله ولقاوه ما كانوش كاع معولين عليه وهزوه حيت ريحته ما شاء الله غزاله. شوفوا العطر لومبالاج ديالو كي داير، عطر لي غزال والثمن ديالو 130 درهم وريحته ما شاء الله غزاله. شوفوا راه منين كنشكل لكم شي حاجه خذوها بعينيكم مغمضين. الناس اللي كانوا كيسولوا على لافوا البديله ديال ماي واي اودو بارفان، ها هي راه كاينه من شركه ديال ميزور همبرا العلامه المائيه، والثمن ديالها 130 درهم. وبالنسبه للتيستور راه فيها اختي التيست، شمي اختي شمي، هانت شوفي جلسي وتخايلي راه وصلتك الريحه وغادي تشمي. هانت ها هي ها هي اختي شم شميتي وصلتك ولا باقي؟ عطر لي غزال، عطر صيفي، ما نزيدوش اختي نهضروا بزاف حيت ماي واي ما كاينش اللي ما كيعرفهاش. الثمن ديال اختي 130 درهم. بالنسبه لوفلي شيري حتى هي راها دخلات وداخله في كونتيتي ما شاء الله اللي مزيانه، اللي بغاها راه موجوده مرحبا و100 الف مرحبا من شركه ديال ميزو الهمبرا العلامه الشركه العلامه المائيه، والثمن ديالها 150 درهم البنات. وهي راها كاينه حتى في التقسيمه وكاينه حتى تيستر اللي بغى يشمها ويرش ويشوف. وبالنسبه للعطر فهو بالنسبه لي نوت ديالو، حيت كاين اللي كيعجبو وكاين اللي ما كيعجبوش، باش نجيكم صريحه من ضمن العطور كاين اللي كيبغيه وكاين اللي ما كيبغيش. راكم عارفين انا كنجيكم نيشان، هو في لي نوت ديالو فيه اللوز المر وحب الملوك خامر، يعني تخيلي معايا العطر كي غادي يكون اللوز المر وحب الملوك خامر، اللي بغاتو مرحبا. الثمن 150 درهم، عطر رجال ونساء. ندوزو لحاجه وحده اخرى. بالنسبه العطر ديال كوكو مادموزيل حتى هو راه متوفر في المحل، اللي هو البديل ديالو هو كومو موازيل من شركه ديال ميزو الهمبرا العلامه الشركه العلامه المائيه، ولومبالاج كيجي على هذا الشكل هذا، وفيه حتى هو 100 ميل ومن الداخل كيجي على هذا الشكل، والثمن ديالو 120 درهم البنات. ها هو من ميزو الهمبرا الثمن ديالو 120 درهم. راه واخا الاثمنه كيتزادوا راني كنحاول نقدم لكم احسن الاثمنه. بالنسبه لذاك الفيديو ديال الكلوب جنوي اللي كنت شاركت معكم الفرق ما بين الاصل والتقليد، عرفتي شحال واحد تواصل معايا في الخاص ماليكا راه بشحال خديتو وهالكي اللي صور ليا، واحد سيد واخدو ب 100 درهم وواحد اخر واخدو ب 700 درهم، زعما والله الله يعوضكم وخلاص هادشي اللي غادي نقول، والله الا الله يعوضكم. زعما ما عرفتش انا الاثمنه كتلقاو بعض المرات الفرق ما بين النص بالنص، شي وحدين كيبيعوا كيقول لك لا على حسب لي فورنيسور ولا شي حاجه، اللي كياخذ من عند فورنيسور ولا ملي كتاخذها من البلاصه ولا شي حاجه ما كيكونش الفرق النص بالنص، كيكون واحد 10 دراهم 20 درهم الى طارت كاع حتى 30 درهم. ولكن ما كلوب جنوي انطون سمان ب 600 درهم و 700 درهم ويا نورمالمون 350 الى غلات 400 درهم، ما انا ما عرفتش انا كتجيني في شي شكل.
في اي بي بور فام كيف ما كتشوفوا روز سيديكسيون البديله ديال في اي بي. انا غنخليكم البديله ديالتها، الثمن ديالها 130 درهم من ميزو الهمبرا كيف ما كتشوفوا العلامه الشركه العلامه المائيه داخله فيها كونتيتي قليله، داكشي علاش ما غاديش نفتحها حيت فيها غير كونتيتي قليله ما فيهاش كونتيتي كثيره، وغادي نخلي لكم السكرين ديالها هنايا باش تشوفوها عن قرب. بالنسبه للفري فيلفت حتى هي متوفره، كاين اللي كيشبهها فري سكسي، هي نورمالمون بديله ديال فري سكسي من فيكتوريا سيكريت، ولكن البديله ديالتها اللي هي بزاف وبزاف د البنات جاو عندي المحل ملكه راه كتشبه لهاد العطر هذا. انا غنخليكم بدائل جولو بزوج، وانتوما بغيتو تاخذوا المهم هما بزوج بهم بحال كتقولوا ميلونج ديال هاد زوج ديال العطور، متوفره حتى هي في المحل والثمن ديالها 180 درهم. عطر صيفي بامتياز البنات، عطر صيفي بامتياز بامتياز بصلمو لكم على 10. الثمن ديالها 180 درهم حاليا، راه متوفره في المحل. وكاينه يا لالا بنت حوره، الناس اللي كانوا كيسولوا حتى قمه هي راه كاينه داخله موجوده قمه، انا غادي نشاركها معكم. ها نتوما الا عندك قمه بلا ما تاخدي بنت حوران، والا عندك بنت حوران بلا ما تاخدي قمه، حيت هادو بزوج بيهم كيحاكيو او بدائل ديال نفس العطر اللي هو عطر ديال جود جيرل. هاد ثلاثه هادو فحال فحال، هاد ثلاثه هادو فحال فحال. بالنسبه للبادره بقات عندي فيها غير هاد الحبه هادي، راه ما بقاتش عندي. بالنسبه للناس اللي غيكومونديوها اللي بغى يكوموندي اما قمه اما بنت حوران، اما باد هادي ما بقاتش، ها هما بثلاثه بيهم. عندكم هادي من شركه ديال ميزون الهمبرا الوسطانيه، من شركه ديال لطافه، واللي في الطرف بنت حوران من شركه ديال ارض زعفران، والثمن ديالهم 130 درهم. قمه 130 درهم وبنت حوران 130 درهم، راهما متوفرين في المحل، وغنخليكم الصور ديالهم في جنب. الناس اللي كيسولوا على البخور، البخور كاينين اشكال بزاف ديال البخور اللي دخلوا، دخل فخر العود، دخل رمز لطافه، دخل شيخ شيوخ، دخل دخل عود مود، دخلوا اشكال بزاف ديال البخور، دخل حور حتى هو دخل، ولكن غنشارك معكم هادو اللي كيكونوا عليهم اكثر طلب ديال 25 درهم. نبداو بالاول اللي هو دخل ديال دخل البخور ديال يارا، بخور ديال يارا من شحال هادي ما دخلش، وحاليا راه متوفر والثمن ديالو 25 درهم. ها هو بخور ديال يارا الثمن ديالو 25 درهم، ما فيش بتاتا الريحه ديال العود، ريحته ريحه النقاوه، ريحه غزاله كيف ما كتشوفوا لومبالاج ديالو من داخلها كيفاش دايره. ما كديروش هادي كلها، كديروا غير طريف، كتجي بحال شكل شوكولا، كديروا غير طريف صغير. الثمن ديالو 25 درهم، كاين ديال يارا وكاين ديال اميره العرب حتى هو كاين، بلاتي انا نفتحها لكم. كاين هذا ديال اميره العرب حتى هو كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للبخور داخله فيهم غير هاد الكونتيتي هادي باش تكونوا عارفين، ما دخلات غير باكيه باكيه، حيت انا منين دفعت لقيت ستوك ما بقاتش فيه سلعه. بالنسبه للرغبه حتى هي راها كاينه 25 درهم، عود مود حتى هي كاينه 25 درهم. هادو هما الاثمنه ديال البخور، كنتمنى الفيديو يجيكم خفيف ظريف. زربت شي شويه في الفيديو، عارفه راسي اختي زربت، عارفه راسي ما ضحكتش وما ما قشمتش بحال اللي كندير ديما، ولكن والله الا غير الوقت وخلاص، غير الوقت وخلاص. باقي عندي المحل مرون، باقي عندي هنا سلعه خاصه تستف، كارطونه هاي كنشوفها قدامي خاصني دابا نتنسفها. دابا راه تقريبا غادي تكون شي 8 ولا تكون 7 ونص تقريبا اللي غادي تكون دابا في الساعه، يعني يلا غادي المونطي، يلا نقاد، يلا يتيليشارجا يتحط. هكا كيكون اختي تسالى الفيديو. الا باقي اختي ما درتيش لايك هبطي ديري لايك، ولا باقي ما اشتركتيش اختي في القناه هبطي اختي اشتركي في القناه، وهبط اخويا اشترك في القناه باش ما تندمش من بعد. باقي جايين فيديوهات، الناس اللي كيسولوا على لي باليت والاي شادو وبلاك ولي لي روج ا ليف ولي جيل دوش لي شامبوان، كلشي ان شاء الله غادي تحط من هنا لقدام. ان شاء الله انا غنحاول نبقى نشارك معكم فيديوهات يوميه بحال اللي كنت كندير، البارح ما حطيتش راكم عارفين شرحت لكم علاش، ولكن ان شاء الله باقي جايين فيديوهات يوميه ان شاء الله. نخليكم على خير وعواشركم بروكه، دخل عليكم بالصحه والرزق والتيسير وبكل ما كتمنوا يا ربي. اللي بغى يجي المحل، المحل كيتواجد في مدينه سلا القريه حي البركه سيكسيون 4 زنقه سيدي عبد الله بن حسين، رقم المحل 10، محل عطور ريم. واللي بغى التوصيل راه حنا كنصيفطوا لجميع المدن المغربيه في امانه، كتوصلك لا كوموند ديالك حتى لعندك، الثمن ديال التوصيل 40 درهم وخلاص قبل التوصيل. بالسلامه 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 عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.